من الأخبار الحقيقة المبشرة جدا جدا النهاردة هو إعلان محافظة بورسعيد خالية من العشوائيات، يعني ما فيهاش عشوائيات. المشروع ده استغرق تنفيذه حوالي 15 شهر وتم تنفيذه على مساحة 16 فدان بتكلفة 295 مليون جنيه. خلينا نشوف التقرير ونشوف جزء من المشروع وإزاي مصر بتتغير وإزاي فعلا ممكن يجي يوم علينا ونقول إن مصر كلها ما فيهاش عشوائيات. نبدأ ببورسعيد وإن شاء الله ننطلق في باقي المحافظات. نتابع التقرير. مصر بتتغير، رؤية وطن وعزيمة شعب. هذا الإنجاز العظيم بانتهائه هيتم إعلان بورسعيد خالية تماما من العشوائيات. كان في ثلاث عزب عشوائية خارج زمام من محافظة بورسعيد، علبة هاجوج والإصلاح والجناين، ودي كانت ملاصقة تماما للمجرى الملاحي. أهالينا اللي كان لهم حق علينا إن هم يسكنوا في سكن آمن طبقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية إن احنا نمد لهم سكن يليق بالمواطن المصري، عبارة عن وحدة سكنية ثلاث أوض وصالة بمنافعها. الإنجاز العظيم اللي تم في زمن قياسي لهذه العمارات بالإضافة للمستوى المتميز والراقي في الإنشاء والتصميم. أنا فخور إن احنا الحمد لله قضينا تماما على عشوائيات داخل وخارج محافظة بورسعيد. شرف لي إن أنا أكون محافظ لهذه المدينة الباسلة اللي أول محافظة بتعلن إن بورسعيد خالية من العشوائيات. المشروع دوت موجود سكن بديل لأهالي مناطق الهجوج والإصلاح والجناين. عدد العمارات اللي موجودة في المشروع 44 عمارة، بيوفر حوالي 880 وحدة سكنية. الوحدات بتبقى 3 غرف، مساحة الشقة حوالي 94 متر صافي، المساحة الإجمالية للشقة 124 متر. تكلفة المشروع احنا بنتكلم في حوالي 295 مليون. المشروع متكامل، في منطقة خدمات، في مدرسة موجودة حوالي 28 فصل، ومنطقة خدمات تجارية موجودة، وفي مركز طبي للأهالي المنطقة. المشروع ده تكلفته 295 مليون، متقسمين ل 20 مليون مدرسة ووحدة صحية، و 20 مليون و 200 مليون لل 44 عمارة، بالإضافة للمرافق والخدمات اللي كان كل التوجيهات إن احنا لازم نعمل خدمات على أعلى مستوى، تكلفتها 75 مليون، وده يعتبر إن شاء الله آخر مشروع لتطوير المناطق العشوائية في محافظة بورسعيد، عشان نعلن إن بورسعيد خالية من العشوائيات في آخر 2018. يعني في رأيي الشخصي ان ده من ابرز واهم اخبار 2018، او نقدر نقول حصاد 2018، ان احنا بقى عندنا محافظة ما فيهاش عشوائيات. ما فيهاش عشوائيات دي يعني مش عايزة الناس تشوفها بأفق ضيق، يعني مش عايزة الناس تفكر تقول ان ما بقاش في مساكن عشوائية وبقت المساكن كلها نظيفة وآدمية. الموضوع مش كده، الموضوع ان انت بتغير مجتمع كامل، بتغير اجيال كلها، الأجيال اللي جاية كلها. يعني مثلا نتخيل الأطفال اللي كانوا هيتولدوا في المساكن العشوائية دي، هل تعتقدوا إن هم هيكونوا نفس التركيبة بتاعة الأطفال اللي هيتولدوا في البيوت الآدمية النظيفة المساكن اللي احنا شفناها دي؟ أكيد لا.
بالتبعية بقى أخلاقهم وسلوكياتهم وتفاصيلهم وكل حاجة تندرج تحت ده، إحنا بنعيد بلورة المجتمع المصري. أقول لحضراتكم بنعيد إيه؟ أنا بشوف ناس كتير، وأنا منكم على فكرة، على مواقع التواصل الاجتماعي بتنزل صور لمصر زمان، تقول مصر، شوفوا مصر زمان كانت عاملة إزاي، وشوفوا دلوقتي بقت عاملة إزاي، شوفوا الناس كانوا عاملين إزاي. لأنه ما كانش في زمان العشوائيات والهمجية والأماكن اللي احنا بنشوفها دلوقتي. احنا بنعيد بناء الدولة المصرية مرة أخرى، بنعيد بناء المواطن المصري مرة أخرى. فملف العشوائيات ده أهم ملف الدولة المصرية بتتصدى ليه.